الدري جا كان غادي هي وقف ستوب في الفيروج ديال الشارع مقطع الفوارات وقف عليه الحق قال لي انزل من الموطور واحد بعد واحد وقف عليه ضربوا اللهم ملي ضربوا راسو تعب العنف داو ليه الموطور هرب اتصلنا برجال الامن جاو في البلاصه داروا المعاينه ديالهم ومشكورين مشينا عملنا ديكلاراسيون اسبوع اليوم دري غادي للخدمه حتى تلاقى به راكب عليه واحد تبعو وقفوا قال لي وقف حط لي الموطور ضربوا برجلو هرب وزاد ولكن الحمد لله ملي تدخلوا ملي اتصلنا برجال الامن دخلوا في اقرب وقت في اسرع وقت ولكن الحمد لله ملي كاين رجال الامن الحمد لله لولا الامن والحمد لله لولا ما نلقاوش هذا الموتور والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.